انت المفروض هتشتغل على ان انت تبني بيزنس في الريال استيت، او لو انت شغال في شركه موظف وعايز تعرف الشركه دي المفروض هتكمل ولا لا، هل الشركه دي مستمره ولا لا، هل في الامكان ان الشركه دي تتقدم ولا لا، هل انا مستقبلي مع الشركه دي مضمون ولا لا. طب لو انا اللي مالي الشركه، او انا اللي فاتح الشركه، او انا اللي شغال في شغل الريال استيت ده، هل انا ضامن ان انا فعلا اوصل بشكل اكيد للمثاليه في الشغل؟ هل انا ضامن ان انا فعلا اوصل بشكل اساسي وبشكل مهم جدا جدا ان انا احسن من اداء الشغل واطور منه واشتغل عليه بشكل كبير؟ هل انا لو انا اشتغلت في البيزنس ده هيكون ايه الحاجات اللي انا المفروض اعملها، ايه الحاجات المهمه اللي المفروض اشتغل عليها واخلي بالي منها؟ كتير جدا من الشركات او بعض الشركات اللي شفناها في الريال استيت، في مجال الريال استيت، بتشتغل لكن مش بتكون عامله اساسيات للشغل بتاعها. تعالى كده نشوف الاساسيات اللي المفروض تخلي بالك منها واللي المفروض تمشي عليها وتتاكد كويس جدا ان انت شغال عليها بشكل كويس او متواجده في شغلك علشان تقدر تحقق نتائج وتوصل في المجال ده بشكل كويس، سواء انت شغال بروكر او شغال سيلز او شغال ماركتينج او شغال حتى موظف في شركه في المجال، وتاناليسز بشكل عملي التفاصيل بتاعه الشركه بتاعتك. اول حاجه لازم أن تكون عندك CRM سيستم. يعني ايه CRM سيستم؟ يكون عندك نظام يقدر يمانج التفاصيل ما بين الماركتنج تيم وما بين السيلز تيم، يقدر يمانج العميل من اول ما يخش كليد او كعميل هو فعلا انت اخدت رقمه او معاك بياناته، ومحتاج ان انت المفروض يروح من حاله ان هو عميل محتمل ومعاك رقمه لحد ما يحصل معاه الفولو ويمر بكل المراحل، يكون متابع حالته بشكل كويس. طب ده هتحكم عليه ازاي؟ ان انت في اي وقت وفي اي لحظه وفي اي مكان تقدر تشوف تفاصيل العميل. لو انت في شركتك تقدر تعمل ده، تقدر ان انت في اي لحظه تشوف تفاصيل العميل وتعرف حالته رايحه فين. هل العميل اللي دخل النهارده دخل كام عميل؟ والله دخل 10 عملاء، كل واحد فين منهم راح فين؟ والله في 3 حجزوا زيارات، في 4 قالوا ان هم مش مهتمين، هم مهتمين بحاجه تانيه، والباقي قال ان هو هيفكر وهيكمل. فخلاص انت عارف كل واحد منهم بالاسم، مع اني سيلز، مع اني ماركتنج، مع اني قسم بالظبط. ده هيفرق معاك في ايه في شغلك؟ هيفرق معاك في تنظيم وتظبيط الوقت، وهيفرق معاك في ان انت تعرف مدى التاثير الحاصل في الشركه عندك. التأثير، هل السؤال الدائم، هل التأثير من العميل الماركتينج تيم ولا من السيلز تيم؟ هل انا كبتاع ماركتينج انا اللي مقصر وبجيب العميل والعميل في الاخر ما بيشتريش، ولا انا المفروض مسؤول عن العميل لحد ما يطلع كواليفايد ليد او عميل كويس، والمفروض ان انا بتاع السيلز هو اللي يكمل معاه، ما حققش معاه مبيعات يكون المشكله عند بتاع السيلز؟ لو انت قدرت تفصل في الحته دي يبقى انت كده فعلا قادر ان انت تبني سي ار ام سيستم كويس، وقادر تفهم مرحله كل موظف عندك في الشركه، وقادر تفهم بشكل كويس جدا 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 كل مرحله لكل عميل رايح فين، كام عميل دخل لي على مدار الشهر وقدرت اصفي معاه، من كام دخل لي والله خلال الشهر 500 عميل، انا عارف ان ال 500 عميل دول حصل منهم 20 بيعه، ال 20 بيعه دول حصلوا من عدد معين من المسوقين او من البلاتفورمز، حصل من خلال سيلز تيم معين، قدرت ان انا افهم طبيعه الشركه، قدرت ان انا افهم طبيعه الكلاينت اللي بيجي لي، البلاتفورمز، نسبه الارباح بتجي لي منين، نسبه الخسائر بتجي لي منين، وما الى ذلك. ف لو انت عندك سي ار ام سيستم، حتى لو مش سيستم بشكل كامل وانت عامل سيستم، فده بديل مانيوال بطيء لكنه فعال، بس على الاقل ما تبقاش انت مش فاهم ايه اللي انت بتعمله او مش فاهم كل كلاينت رايح فين. هل انت ممكن تقدر ده ازاي؟ ان انت تبني مرحله العميل او اللايف سايكل بتاع العميل من اول ما يخش عندك الشركه لحد ما يحصل معاه الفولو اب
ويحصل معاه الفينش النهائي. طيب انت خلاص باني سي ار ام سيستم او ماشي عليه وماشي على ده، ايه تاني ممكن ان انت تكون ماشي عليه لازم انت كبيرسونال كشخص جوه الشركه، سواء موظف او سيلز او ماركتير او اونر او ايا كان، يكون عندك بيرسونال بلان تقدر تمشي عليها. بيرسونال بلان يعني ايه؟ بيرسونال بلان او حتى لو انت شغال ماركتير فريلانسر او شغال لوحدك تابع لشركه، فانت لازم يكون في بيرسونال بلان، لازم تكون في بيرسونال بلان. انا والله في الشركه دي دوري ان انا اوصل بيها لنقطه معينه، او دوري ان انا اوصل فيها لنقطه معينه. لازم تكون كل واحد في الشركه عارف هو شغال ليه او شغال بناء على ايه وعايز يوصل لايه بالظبط وايه الاوبجكتيف بتاعته، سواء جوه الشركه او بشكل بيرسونال، وعامل لنفسه بلان ان انا المفروض اخر الشهر اكون حققت في الشركه دي 3 بيعات، اخر الشهر اكون جيت 100 كواليفايد ليد، اخر الشهر اكون حققت انكريس سيلز بمعدل معين او ب انكريس سيلز عدد او عدد مبيعات بشكل بمليون جنيه. هل انا المفروض الجولز بتاعتي او البيرسونال بلان بتاعتي بتقول ان انا المفروض اشتغل على ان انا احقق مثلا الكروس او نسبة تفوق عن الشهر اللي فات بنسبة 10% 20% وما الى ذلك. طيب النقطة اللي بعد كده، في ناس كتير ما بتعملش ده، وده بيكون شيء غلط، بيكون شغال لله وللوطن، هو مش عارف هو هنا بيعمل ايه اصلا. فاسال نفسك كده سؤال، اكتب كده في الورقه عندك وتسال نفسك سؤال، انا هنا في الشركه بعمل ايه؟ الاوبجيكتيف بتاعتي ايه بالظبط؟ تمام. طبعا بعد السؤال بتاع هل الشركه هنا عامله سي ار ام سيستم ماشيه عليه وبانيه عليه شغلها وفي اساس ولا لا، طيب هل انا السؤال التالت بقى، البيزنس بلان بتاعت الشركه اصلا في بيزنس بلان؟ الشركة ماشية ببزنس بلان واضحة وصريحة؟ العامل اللي في الشركة اللي بيعمل أي حاجة في الشركة فاهم البلان دي وماشي عليها؟ هل البلان دي محطوطة هنا علشان يقدر يفهم ده بشكل كويس؟ لازم ده يكون محطوط وتقدر تكمبير ده وتوازيه مع البلان بتاعتك. يعني إيه؟ يعني أنا المفروض هدفي هنا إن أنا أحقق مثلا معدل بيع أعلى من الشهر اللي فات او من السنه اللي فاتت عشان اثبت ان انا قدام نفسي ان انا بعرف اوصل لليفل معين في الشغل، والشركه في نفس الوقت عندها بلان ان هي تعلي الريت بتاع المبيعات في الشركه. فهنا احنا البيزنس بلان رايحه في حته معينه، انا رايح ليها، انا برضو في نفس المكان وبس عليه. فاذا هنا هنقدر نشتغل ونوصل ل حته او اوبجكتيف احنا الاثنين مستهدفين. طيب عندك الجزء الرابع بعد كده، السؤال اللي هتساله لنفسك واللي هتشتغل عليه، انت عامل ماركتنج بلان؟ هل في ماركتنج بلان واضحه؟ في خطه تسويقيه انت ماشي عليها وعارف في الخطه التسويقيه دي انا هصرف كام، وبعد ما هصرف المبلغ ده المفروض هيجي لي كام يونت، والكام يونت دي هيطلع منها كام بيعه، والكام بيعه دول هيطلع منهم كام بروفيت؟ هل انا في عندي تيم اقدر امانج التيم ده واقدر ابني بيه كديفلوبمنت بشكل كويس؟ هل انا زمايلي اللي معايا هم مشتركين في الماركتنج بلان وقادر ان انا اوصل بيهم بشكل كويس ولا لا؟ ده السؤال اللي لازم تساله لنفسك، هل في ماركتنج بلان ولا لا؟ طب لو ما فيش ماركتنج بلان يبقى احنا شغالين كده، شغالين بنعمل اعلانات ونبيع. طب بعد ما بعنا هل حققنا ولا لا؟ كسبنا ولا لا؟ مش عارفين. ممكن تكون بتكسب وانت بتحسب غلط، ممكن تكون بتخسر وانت مش عارف. فهل في ماركتنج بلان ولا لا؟ بعض الشركات مش بيبقى عندها ويب سايت، بتكون شركه مستخسره تعمل ويب سايت، بتعمل لاندنج بيج على بلوج او على اي فورم ويبتدي يشتغل عليها اعلانات ومش عايز يعمل ويب سايت. طب انت ايه مشكلتك لما تعمل ويب سايت؟ ايه البودجت الرهيبه العجيبه اللي انت عايزها عشان تعمل ويب سايت؟ شركات شفنا ده في بعض الشركات، ونتيجة لده مش بيكون عندهم براندنج بشكل كويس، في حين ان لازم تشتغل براندنج بشكل كويس. لو انت مالكش براند مش هتعرف تشتغل، خصوصا في زحمة السوق اللي احنا فيه. فهل الشركة اللي انا فيها الويب سايت بتاعها مؤهل وشغال يعني عليه بشكل كويس ولا لا؟ تمام. بعد كده لازم تكون عندك توقع دائم، تمام،
وفاهم ايه اللي جاي في السوق. والله انا عارف ان توجه العاصمه الفتره الجايه رايح في حته معينه، والله الدوله متوجهه في حته معينه. لو انت كشغال في ريال استيت مش عندك توجه ومش عندك توقع ليه اللي ممكن يحصل قدام في الاندستري دي، اعرف ان انت هيحصل هبوط مفاجئ او هيحصل دروب في الاندستري نفسها انت مش هتكون عامل حسابه، وفي الحاله دي انت مش هتقدر تقاوم ده ويحصل معاك مشاكل زي شركات كتير شفناها جت في فتره توجه الشركه توجه الدوله للعاصمه، حصل عندها دروب ما قدرتش تواكب ده وما قدرتش تطور من نفسها ان هي تشتغل على الحتت دي، وقدرت ان هي تمسك فلوس كويسه عشان تقدر تنافس بيها بشكل كويس في البلان بتاعتها او البودجت بتاعت الادفرتايزنج بتاعتها ما كانتش مظبوطه فما قدرتش تنافس فما كملتش. طيب عندك ايه تاني لازم تكون انت عندك بتعرف عندك الكاريزما اللي تعرف بيها والنوليدج وعندك الخبره الكافيه ان انت تقدر تجيب بيها ليدز. هل الليدز دي متوقفه بس على ان انا اعمل اعلانات فيسبوك ومن اعلانات فيسبوك المفروض ان انا اشتغل على الليدز دي واشتغل بيها وخلاص؟ لا، الليدز هنا مقصود بيها ان انت تجيب عملاء يشتروا بغض النظر بقى هم فيسبوك ولا انستجرام لينكد ان ايا كان هم جايين منين بالظبط، انت لازم انت تشتغل على ان انت يجي لك عملاء والعملاء دول تعرف ان انت ازاي دايما في عملاء دايما في نافوره عملاء عندك شغاله ما بتقفش طول ما انت عارف ان انت تجيب ليدز طول ما انت مكمل. طب ولنفترض ان شركه من الشركات ما قدرتش تجيب ليدز او كماركتير او كديفلوبر او كايا كان اللي شغال في المجال مش عارف تجيب ليدز، اذا انت وقعت تمام. اي حاجه من الحاجات دي اسالها لنفسك وانت كده بتسمعني، اسال الحاجات دي لنفسك وشوف ايه اللي عندك تاثير فيه ومحتاج تراجع نفسك فيه ومحتاج ان انت تشتغل عليه. حاجه كمان مش بناخد بالنا منها في شركات العقارات او اللي شغالين في العقارات، الوقت نفسه. انت ما ينفعش يكون معاك 10 عملاء متابع معاهم بقالك 3 4 شهور وواقف على دول ومستني ان حد منهم يشتري، مش هينفع، لازما تدرك الوقت تمام. التايم مانجمنت مهم جدا جدا بالنسبه لك، ما ينفعش عميل يشتري يحجز معاه او عميل المفروض ان هو انا شايفه كواليفايد وداخل معايا في شهر 3 تمام ومستني ان هو يحجز لحد اما حجز في شهر 8 تمام. طب ما انت الفتره دي كلها بخساره عليك، التايم مانجمنت بالنسبه لك مهم جدا جدا جدا، هتاخد واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه وتقيس الكيسز دي تقيس البوينتس دي عليك، هل انت كشركه او كبروجكت او كماركتير شغال بشكل كويس لدرجه ان انت عندك البوينت دي كلها اوكي ابشر ان انت عندك ماشي بشكل ستيبل وان شاء الله ما فيش اي مشاكل. لو انت عندك نقطه تاثير في النقط دي فهي دي الحاجات اللي بتوقع الشركات فعلا، هي دي النقط اللي فصلناها بشكل كامل عشان نقول ان هي دي فعلا النقط اللي بتوقع الشركات، خلي بالك منها وراجع نفسك في النقط دي.